استبدلت كسوة الكعبة المشرفة اليوم على يد 86 فنيا جريا على العادة السنوية في 9 ذي الحجة من كل عام. ويشهد العالم في بث مباشر مراسم إنزال الثوب القديم وتغييره بآخر، وذلك بالتزامن مع وقوف الحجاج على صعيد عرفات. الله أكبر. قبل شروق شمس عرفة في 9 ذي الحجة من كل عام، تتزين الكعبة المشرفة بلباس حريري ترنو إليه أنظار العالم أجمع. الله أكبر ولله الحمد. تاريخ كسوة الكعبة يرجع إلى ما قبل الإسلام، حيث كان يتم إكساؤها بالثياب الغلاظ والجلود، وظل الحال على ذلك بعد الإسلام أيضا ليتنافس الجميع بنيل هذا الشرف. وفي عهد الدولة العثمانية بدأت مصر بإرسال الكسوة إلى مكة المكرمة بأمر من السلطان سليم الأول، واستمرت مصر على ذلك حتى 70ات القرن الماضي. الكعبة المشرفة من أنذ رفع قواعدها سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، حظيت بكل الرعاية والرعاية حتى هذا اليوم، مرورا بجميع العصور حتى هذا اليوم، وهي جديرة بهذا التكريم وهذا التقدير. السعودية أسست مصنعا خاصا في مكة للقيام بحياكة كسوة الكعبة المؤشاة بآيات قرآنية مكتوبة بخيوط من الذهب والفضة. هو جميع المواد الخام بالنسبة للحرير يأتي من إيطاليا، أما بالنسبة للفضة والفضة المطلية بالذهب تأتي من ألمانيا. يستهلك الثوب الواحد حوالي 120 كيلو جرام من الذهب و100 كيلو من الفضة، أما الحرير فيستهلك 670 كيلو جرام من الحرير. التكلفة حوالي 20 إلى 25 مليون ريال. تمر عملية الحياكة بعدة مراحل ابتداء بالتحلية وانتهاء بتجميع الثوب، كما يتم أيضا تقطيع الثوب القديم وتوزيعه على الشخصيات البارزة والمنظمات الدينية ليتم حفظها كقطع أثرية نفيسة. جميع العاملين في المصنع على وشك التقاعد خلال الأعوام المقبلة، وللتغلب على هذه المعضلة تقوم إدارة المصنع حاليا بإعداد جيل جديد من الحرفيين ليتابعوا بذلك خطى الأسلاف في تقدير روحانية هذا المكان الممتلئ بالقداسة والجلال.